تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق، إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشتكي أحيانا البعض من عدم خشوعي في الصلاة، يقول كيف أخشع في الصلاة؟ بعض الناس مثلا يقول أنا الذكر ثقيل علي، ما ودي أذكر الله بس إني أعجز، وإذا بديت أقرأ قرآن أنام وتثقل علي العبادة. أحيانا تجد مثلا بعض الأباء والأمهات يقولون يعني إحنا ودنا أن أولادنا يصلون لكن الصلاة ثقيلة عليهم ويتأخرون عنها. أنا ودي أعطيك منهج أبغاك تتمشي فيه في كل عباداتك، سواء كانت صلاة، سواء كانت صيام، سواء كانت ذكر، سواء كانت بر والدين، أي عبادة، صدقة، أي شيء. أريدك أن تتعامل مع العبادة على أنها احتياج أنت تحتاجه، لا تتعامل مع العبادة على أنه واجب تريد أن تؤديه. انتبهوا يا أخوان، بين هذه فرق. الذي يتعامل مع العبادة على أنها واجب يؤديه تجد أنه لا يهتم، المهم بس يخلص، وثقيلة، وإذا قرأ كأنه مجبور على مجموعة من ورقات أو صفحات من القرآن يقرأها كل يوم وخلاص. إذا صلى تلقى بس يقول متى نخلص، يعني بدل ما يقول أرحنا بها يقول أرحنا منها. تلقاه مثلا إذا أراد أن يزكي يبدأ يخرجها بشح ويحسب وتكفون وحسب لأنه شاف مبلغ كبير. لا لا، تعامل مع العبادة على أنك محتاج لها. خلونا نعطيكم صور على ذلك. مثلا الصلاة، عندما تقنع نفسك أنت أنك أنت أول ما تقف أمام الله يوم القيامة سوف يحاسبك عن الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. الآن أنت تتعامل مع الصلاة هنا مو على أنها واجب، تتعامل على أنها نجاتك. ترى هذه اللي إذا اكتملت أنت ستسلم يوم القيامة وستذهب إلى جنة الله. هنا أنت تعرف قيمة الصلاة، تعرف أهمية الصلاة. مثلا الذكر، لما تعرف أنه إبليس مثلا قال يا ربي فبعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيرد الله عز وجل عليه ويقول وبعزتي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. إيوة، الآن أنت الآن تعرف أنك أنت في صراع بينك وبين الشيطان، وأن الله معك إذا ذكرته. عندما تؤمن مثلا أن هذا الذكر هو وسيلة لكي تجمع مجموعة من الحسنات اللي تساعدك يوم القيامة، لأنه أنت ما تذكر كل الأخطاء اللي أخطأتها في حياتك، عندك أخطاء كثيرة في حياتك، في شيء بينك وبين الله وفي شيء بينك وبين الناس. هل أنت تذكر كل اللي ظلمتهم أو أخطأت في حقهم أو اغتبتهم؟ ما تذكرهم. طيب أنت الآن يوم القيامة سوف تعطيهم من حسناتك، ليس كذلك؟ الوسيلة اللي قدامك اللي تجيب لك الحسنات هي الذكر. عند ذلك ستتعامل مع الذكر على أنه احتياج أنت تحتاجه، ما هو فقط عبادة. اللي مثلا يقول أنه الخشوع، يا أخي أنت لما تعرف أنه رب مصلي ليس له من صلاته إلا ربعه نصفها وربعه وثلثها، ومنهم من تلف وتلقى في وجهه، هو أدى الصلاة لكن ما لها أثر في حياته، تجد أنك تحضر قلبك، لماذا تخاف تفوتك؟ لما تجي للصلاة وتعرف أنك واقف أمام الله تناجي الله، إن هذه فرصتك أنك تبث همومك إلى الله، تلقاك تبحث عنها وتدورها تحبها. الصدقة مثلا، لما تتعامل مع الفقير على أنك أنت المحسن وأنت اللي ما شاء الله عليك، تلقاك تعطي بمن، وممكن تعطي وتقتر، وتلقاك إذا عطيته مثلا وقلت له بالله يبغى منك خدمة فلانية ولا خدمك، تقول يا أخي أنا كل يوم أوقف معاك وساندك وأعطيك. لاحظ الآن إيش المشكلة، أنك بديت تعتبر نفسك صاحب الفضل. لكن لا، أنا ما أبغاك تعامل مع الفقير بهذا الشكل، تعامل مع الفقير إن هذا هو طريقك إلى الله، لأنك إذا عطيته الصدقة
وكانت من مال طيب ونية طيبة، الله يقبلها بيمينه ثم ينميها لك فيظلك في ظلها يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا الفقير قد يكون هو طريقك إلى الجنة. أنت هنا تعرف التعامل مع الصدقة، لا تعامل معها بمن، تعامل معها باحتياج. كل العبادات تعامل معها باحتياج. أعطيك مثال أختم في كلامي. لو أن هناك مريض، مثلا مريض غسيل كلى، وهذا المريض ذهب إلى المستشفى وقالوا والله اليوم الجهاز عطلان، إيش رأيكم؟ هل هو بيقول الحمد لله فرصة أروح أرتاح في بيت اليوم وأفتك منكم، ولا بيصيح؟ لماذا؟ لأنه محتاج لهذا الجهاز لينقذ جسده. أنا أبغاك تتعامل مع العبادة بنفس المنطوق، تعامل معها لأنها نجاتك، تعامل معها لأنها طريقك إلى الله، تعامل معها لأنك عطية جتك من الله. عند ذلك سوف تحب العبادة وتحرص عليها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب. جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟